انا خايف احسن قبل رانيا تصحى وتشوفنا دي تبقى مصيبه بجد. طب يلا نحط الحاجات دي في اي حته وننزل. لا اي حته ما ينفعش، احنا لازم نخبيها في حته كويسه. وليه لازم يعني؟ عشان يا فالح لما البوليس يجي يقبض عليها يلاقوها مخبيها وبكده يتاكدوا ان هي اللي سرقاها. هو في حد بردك هيصدق ان طنط رانيا تسرق الحلل بتاع طنط افتكار؟ ما دام الحلل في شقتها يبقى طنط رانيا لبست في الحيط وبكده تخرج من هنا بفضيحه. طب هي ليه ماما طيبه عاوزانا نعمل فيها كده؟ عشان يا بنتي ضرتها وطنط افتكار برضو ضرتها، عاوزاهم يقعوا في بعض وبكده تخلص منهم واحده ورا الثانيه. طب يلا بقى كفايه كلام، احسن طنط رانيا تصحى وتبوظ لنا كل حاجه. عندك حق. خبي الحلال دي فين؟ خبي الحلال دي فين؟ تعالى معايا. بس كده كده تمام. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده في صوت. ده باين طنط رانيا صحيت. طب يلا بينا من حد يكشفنا. يلا 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 يلا, يلا. لا 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 ابدا، لا لا لا، دي مش طريقه معامله حراميه، دي الكلام ده ما ينفعش ابدا يا استاذ سمير. لا 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 لا، ايه يا صابر في ايه؟ في ايه؟ انت بطيء قوي يا راجل، بطيء بطيء قوي في في في, في تسلقك على المواسير. ما أنا بصراحة حتة المواسير اللي أنت ذكرتها لي الحصة دي بالذات كنت بنام فيها، مش فاهم منك حاجة أبدا. يا راجل ده احنا خدنا نص يوم في كيفية التسلق، منك لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله، مش دي شقتك برضو يا أستاذ سمير؟ لا طبعا، دي شقة مراتي. سبحان الله سبحان الله، دي مسخة تبكي الأصل من شقتك، دي فوتو كوبو. هقعد افهم فيك يا ابني، مفيش وقت، احنا بنسرق دلوقتي. ما اصل انا واخد اربع شقق زي بعض، نفس الالوان ونفس العفش ونفس الحيطان، يعني اروح للراجل اشوف الاوضه تعجبني اقول له هات لي اربعه زي بعض. طب ليه بتعمل كده؟ عشان ما احسش بالغربه لما اروح اي شقه منهم، احس ان انا في بيتي. الله، طب يبقى انت في بيتك، يبقى اكيد معاك المفتاح. طبعا معايا المفتاح. الله، طب ما دام معاك المفتاح بتخلينا ليه نطلع على المواسير؟ ما كنا دخلنا من الباب. يا غبي، ندخل من الباب ازاي؟ يبقى عملنا ايه؟ ما انا لو دخلنا من الباب اقول لك اهلا وسهلا، اتفضل تيجي رانيا مراتي، اهلا انت عندنا ضيوف. اه يا حبيبتي الاهبل ده يبقى صاحبي، تحب تشرب ايه؟ يبقى العمليه اللي جايين نعملها باظت. لا حول ولا قوه الا بالله، ما كده اسهل، كده اسهل، ولا انت غاوي تعب؟ يا ابني انا احب ادي كل حاجه حقها، اهم من الشغل ضبط الشغل، صح؟ صح، ربنا يكفيك شر صنعتك يا ابني. الله يخليك. وبعدين بقى هنفضل قاعدين نتساير وننسى الهدف اللي احنا جايين عشانه؟ لا طبعا، يلا بينا نبتدي الشغل. آه.
لقيت حاجة؟ ما لقيتش حاجة. طب مش هي دي شقتك؟ أيوة. طب يعني أكيد عارفها كويس. طبعا. طب ما تقول لنا يا ابني على مكان الحاجات اللي ممكن نسرقها نسرقها ونخلص، ولا أنت غاوي لنا شفريق؟ ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ قال لي عايز اعتمد على حاسه الاجراميه، اشوف نفسي هقدر اعرف مكان المجوهرات اللي انا شاريها لمراتي ومخبيها في اوضتها، هل هقدر اعرف ده لوحدي ولا لا؟ الله الله، برافو 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 عليك يا زمير، انت كده فعلا حرامي ناشئ محترم. أنا كده أقدر أتفشخر بيك قدام المافيا العالمية وأقول لهم إن ده أحسن تلميذ عندي. برافو عليك يا سمير، لأن حستك الإجرامية في السرقة حسة عالية جدا. برافو يا ابني برافو. أرجوك دعني أسرق في صمت. بص منظري ده منظر حرامي؟ أنا حرامي غير عادي، تحس إن الباتشينو بيسرق. برافو عليك يا سمير، تعال ندور هنا بقى وربنا يكفيك شر صنعتك. الله يخليك. لا هنا ما ينفعش. ليه؟ هقول لك ليه، لان المفروض الحاجات اللي احنا هنسرقها كلها هنا، لو دخلنا هنا واحنا عارفين الحاجات اللي هيسرقها يبقى باظت الشغلانه، وربنا يكفيك شر خلقتك. الله، ايه الاعجاز ده يا سمير؟ على فكره حستك الاجراميه في السرقه المحليه بقت عاليه قوي يا استاذ. بجد؟ طبعا بجد. وعرفت ازاي؟ ايه اللي عرفت ازاي دي؟ دي واضحه زي عين الشمس يا راجل، ده احنا بقالنا هنا 5 دقايق بس وعرفت كل الحاجات اللي هتتسرق في الشقه فين، ده يدل على حستك الاجراميه العاليه. عرفت ان انا موهوب؟ صدقت؟ مصدق. انا هخش بقى ادخل جوه اجيب الحاجه اللي نسرقها واخرج. ما ينفعش ندخل ندور جوه. ما ينفعش ليه؟ حبيبي نمشي بالترتيب، ندور هنا الأول، لو ما لقيناش حاجة ندخل ندور جوه. طب واحنا نتعب نفسنا هنا ليه ونقعد ندور هنا ما دام الحاجة اللي هنسرقها جوه؟ ما هو لو دخلنا جوه واحنا عارفين إن الحاجة هنسرقها جوه، بالطريقة دي أنا مش هعرف أكتسب خبرة في العملية. عندك حق. أنت فعلاً لازم تكتسب خبرة يا سمير، وخبرتك تكتسبها بالاحتكاك. يا سلام، كل مادة بتزداد في عيني غلوا وبلاغة. بص بقى واسمع كلامي وركز معايا قوي على الآخر، انت هتخش تدور هنا وانا هخش الأوضة التانية ادور فيها، نشوف ايه اللي هنسرقه ونخلص. ماشي. والله حاجة حلوة قوي، حاجة حلوة. قال عايز يكتسب خبرة الاحتكاك على قفايا انا. طب ويحتك بيا ليه يا راجل؟ تزهقتني خلاص، انا هخش اجيب الحاجة واخرج. انا ما لقيتش حاجة. صابر، هو راح فين؟ انت صابر؟ صابر استاذ سمير، يؤسفني ويزعجني ويضرني ان اقول لك كلمة واحدة بس، ان انت حستك الاجرامية بقت بايظة وبقت في الارض. غيرت رأيك فيا بسرعة كده ليه؟ لاني دخلت الاوضة اللي انت قلت لي عليها، دخلت لقيتها فاضية خالص، ما فيهاش اي حاجة تنسرق. صحيح افتكرت، ياه نسيت اقول لك، اللئيمة مراتي اللئيمة راحت لما كل الحاجات الغالية حطهم في البنك. وهي ايه اللي خلاها تودي الحاجة في البنك؟ ده اللي مجنني، انا اللي قلت لها، قلت لها ودي كل حاجة غالية البنك. وازاي تقول لها نصيحة زي دي يا راجل، تودي الحاجة اللي هنسرقها البنك؟ ما هو ما ينفعش يبقى في حاجة غالية في الشقة وانا مصاحب حرامي. يعني ايه؟ مش هنلاقي حاجة هنا نسرقها؟ للأسف مفيش أي حاجة هنا تتسرق خالص. لو النبي هكدب عليك زرارو، هكدب عليك زرارو، هكدب عليك لو كان في حاجة هنا تتسرق، هكدب عليك. أمال إحنا جايين هنا ليه؟ جايين نشتغل. طب وإحنا بنشتغل إيه؟ حرامية.
طب ولما احنا مش لاقيين حاجه هنا نسرقها جايين نعمل ايه؟ يا عم قاعدين بندور اهو، انت بتنقي ليه؟ الله، دي ارزاق يا ناس. حاجه ايه اللي هنلاقيها؟ اذا كان ده بيتك وانت عارف كل مكان فيه كويس، ومع ذلك خليت مراتك تودي الحاجه في البنك. انا بقول يعني يمكن 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 يمكن. انا ماشي. لا استنى بس، اقص عليك، ما تسيبنيش لوحدي. انت خايف من ايه؟ ده انت قاعد في بيتك. استنى بس انا هفهمك. هتفهمني ايه بالظبط؟ انت ما سالتش نفسك ليه انا اخترت الشقه دي بالذات نسرقها دون عن جميع الشقق؟ ليه؟ انا شاكك كده، مش شاكك، حاسس ومتاكد ان مراتي بتقروط وبتخنصر من المصروف. احنا بقى لو لقينا المصروف اللي هي بتقروطه ده مبلغ كده يبقى العمليه نجحت. شاكك جدا. وانت جايبنا هنا بناء على الشك ده؟ يا راجل انت لما بتيجي تسرق شقه بتبقى عارف ايه اللي جواها؟ طبعا لا. اشمعنى دي بقى؟ لاني ببقى مراقب الشقه واكيد عارف اني هلاقي حاجه اسرقها. صدقني يا صابر، مراتي على قلبها قد كده. طب هما فين؟ ندور، واللي يسرق ما يتوبش. ندور يا سيدي. انكشفنا انكشفنا، حد شافنا وانكشفنا، حد شافنا وبلغ البوليس وشافنا. يلا بينا نستخبى. نستخبى؟ طب افرض دخلوا جوه الشقه يا حلو ودوروا علينا ومسكونا سلمونا للبوليس. صحيح. وايه يعني؟ ده انا هنا في بيتي. صح، صدق فاتت عليا دي. وما دام انت في بيتك يبقى انا كاني في بيتي بما اني صاحبك. ده بيني وبينك بس. هو ايه اللي بيني وبينك بس؟ حكايه صاحبي دي يعني. بيني وبينك بس ازاي وقدام البوليس؟ هنا بقى هتبان الرجوله والمرجله اللي انت ما كنتش تتخيلها فيا. انا كنت عارف يا سمير ان انت مش هتبيعني. صابر يا حبيبي، انا لا يمكن ابيعك. ان شاء الله لما هتدخل السجن بتاع 16 17 سنه ولادك في رقبتي كلهم هعلمهم السرقه، حتى لو الست المدام مرات سعادتك طلبت تتعلم انا تحت امرها. شايلك للتقيله يا سماره. ايوه حاضر. ايه ده؟ رانيا صحيت؟ يا لهوي، تعالى ندخل جوه. اتسخبى اتسخبى اتسخبى. طيب طيب حاضر. الله، ايه ده؟ اكيد ده سمير، اكيد وحشته. افتكار؟ ما تواخذيني رانيا ازعجتك. خير؟ في ايه؟ وينه سمورتي؟ معرفش، هو مش تحت في شقته؟ لا مو تحت. وليش لهلا بقيان برات البيت؟ انت عايزه سمير في ايه؟ انا رانيا، انا انسرقت. سرقتي؟ سرقتي ازاي؟ في واحد انقبر على قلبه ودق الباب، رحت لافتح الباب ما لقيت حدا، لسه بدي فوق ولا بلاقي العلبة تبع خاتم الألماس اللي هداني إياها سمورتي يوم زواجنا، يعني الشبكة تبعي مرمية على الأرض وفاضية. وبعدين؟ دخلت دور 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 ما لقيت ولا طنجرة بالبيت. الله، هو أنت كنتي بتدوري على خاتم الألماس ولا كنتي بتدوري على حلة؟ يعني هو بصراحة 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 أنا كنت مخبية الخاتم بقلب الطنجرة. حد يعمل كده يا افتكار؟ حد يحط ختم الماس في حلة؟ هلا ما تحكيني طالع نازل، هذا اللي صار. قولي لي شو ساوي؟ مفيش بقى غير ان احنا نستنى سمورة هو يجي يتصرف. معك حق، انا نازلة استنى تحت. ليه؟ ما تخليكي قاعدة معي هنا. خليني انزل شوف الولاد اللي بقيموا الدنيا بيقعدوها. الله يجازيك يا افتكار، حد برضه يحط ختم الماس في حلة؟ دي حاجة غريبة جدا جدا والله. أنا مش فاهم بس إيه اللي جاب افتكار مراتي الساعة دي؟ وأنا إيش عرفني يا أخويا؟ ما أنا قلت لك أقف أسمعهم بيقولوا إيه، أنت ما رضيتش. أنا برضه حسيت إن عيب نقف نتجسس على حد. بقول إيه؟ يلا ندور لنا على أي حاجة نسرقها من هنا ونمشي. عندك حق، أنا هروح أدور من هنا. وأنا هروح أدور من هنا. بقول لك إيه؟ ما تتأخرش. لا مش هتأخر. طيب. لا انا مش فاهم، مش فاهم انا الراجل دوت ايه اللي ماشيين وراه. انا بسمع كلامه ليه؟ مش فاهم. ما هو صحيح انا اهبل عشان ماشي وبسمع كلامه،
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيه البيت ده؟ البيت ده لا فيه طفاية ولا فيه فازة ولا فيه حتى لقمة الواحد يلاقيها ياكلها يبل بيها ريقه. بيت منفض. إيه ده؟ بسم الله ما شاء الله. حلل 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 أمونيا، يعني فضة أصلي، ألماظ. أحمدك يا رب، الحمد لله. لا دي أصلي أصلي. ما هم تلاقيهم عشان كده غاليين، عشان كده مخبيينهم جوه. أخيرا أخيرا الواحد لقى حاجة يسرقها من البيت دوت. أما أجيب بقى الخيمة دي أعبي فيها، هدي خبي فيهم الحاجة بدل ما إيه حد يشوفني، عشان أنا على بالنا حد يشوفني. الحمد لله الحمد لله. ده في حلة تالتة كمان. أحمدك يا رب، يا ما أنت كريم يا رب. بقول لك إيه؟ في إيه يا أستاذ سمير؟ يلا نهرب بسرعة، أصحاب البيت صحيوا. إيه؟ صحيوا؟ صحيوا طبعاً. هنروح فين؟ يلا بينا نمشي من هنا بسرعة. أنت مجنون يا سمير؟ نمشي ليه؟ مش أنت صاحب البيت ده؟ يا أخي أنت ناس، إحنا هنا جايين ليه؟ عشان نسرق صح؟ أيوه. وأنت بتذاكر لي قلت لي وإحنا بنسرق لو أصحاب البيت صحيوا نهرب بسرعة صح؟ طيب يا سيدي، ما اللي في البيت دوت مراتك، يبقى هنهرب ليه؟ مراتي مش مراتي، ماليش دعوة ماليش دعوة، أنا راجل مذاكر مظبوط، الشغل هو الشغل صح؟ يلا بينا. صح يلا بينا. بص بص تمي خالص، تمي يما هضرب في الفاضي والميان. سمير انت بتسرقني؟ طبعا بسرقك. امال جايين نعمل شوبينج انا والاستاذ اللي هناك ده، ولا جاي اصحيك عشان اقول لك قومي افطري بره يا حبيبتي؟ وحياتك يا مدام، وعيشك وملحك وغلاوه الحلتين دول، هو اللي قال لي تعالى نسرق هنا، هو اللي اختار اللوكيشن ده بنفسه. سمير انا مصدومه فيك. ليه بس يا حبيبتي؟ ده شغل. شغل انك تسرقني؟ ما انت كمان بتسرقيني يا حبيبتي. انا سرقتك يا سمير؟ يا سلام، شوف البراءه ومصروف البيت اللي تشك 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 تقصقصي منه قد كده، ده المصروف ما بياخدش يومين. طيب حلو قوي، افضلوا انتوا تتخانقوا مع بعض كده وانا هروح افتح الباب. انا مش مصدقه يا سمير انت تزرقني، ما كانش العشاء، انا مش مصدقه. انتم مين اساسا؟ وانت مالك؟ ثانيه نغول من وشي بدل مظروفك قلم على قفاك يدلدل لك لسانك على صدرك زي الجرح. قلم على قفايه عجبتك قوي دي، ويدلدل زي البرافيتا. هاف تايم ستوب ستوب، استراحه يا اولاد. ازيكم يا اولاد؟ كويسين. ايه مفيش حضن كبير لبابا؟ بعدين بعدين. مش فاضيه العفريته. وانت يا شقي انت حضن بقى عشان بابي؟ حضن يا بابا، الحاجات دي اتبدأت من سنة 92، انت دلوقتي 2009، خليك كول وسو كول، يعني لو حاجات دي ضرورية ممكن ابعت لك مسج كده. واي نوت؟ واي نوت؟ أولادي حبايبي. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. هو بيقول لك خليك كول وخليك طعمية، ربنا يكرمك. على فكرة، أنت عايز مني أنا إيه؟ ما دام عندك العصابة الكبيرة دي، جايبني أنا أدربك على السرقة ليه؟ ما العصابة دي أولى. لا هم بس عشان عصبيين شوية، بس أدب إيه؟ أخلاق إيه؟ استقامة إيه؟ لا وشوف اللبس اللي لابسينه، ما شاء الله، أطقم شيك شيك سينيه كلها. أنتوا جايين هنا ليه يا عيال؟ جايين مع طنط افتكار. هي فين طنط افتكار؟ بتبلغ البوليس وطالع. بوليس؟ بتبلغ البوليس؟ يبقى اكيد عرفت ان احنا هنا بنسرق، بلغت علينا البوليس. فوتوا يا اولاد فوتوا. فوتوا لشوف اخرتها مع ابوكم، وقفه هون وقف يلا. حبايبي يا حبايبي يا حبايب بابا، ايه الامارات دي؟ وحشتوني. دول بقى حاجة تاني خالص. دي حكاية وهناك حكاية. اهلا سموره حبيبي. بقولك ايه يا عم، انت اركن على جنب شويه
العفاييت بتتنطط في وشه. العفاييت بس بتتنطط في وشه. لا ما شفتش التانية بقى. اوه خدتي ايه في المدرسة النهاردة؟ الدنيا حلوة واحلى سنين منعيشها واحنا يا ناس عاشقين، ناس اللي فاتنا ونعيش حياتنا الحب متوعدين، انسى كل الاحبة اتنين اتنين اتجمعين على الهوا جايبين حاجات ده انا عمري كله يومين انسان انسان اخلع. هو ايه الحكايه افتكار؟ الحكايه انه انا اتسرقت يا سمير. ما مش بتتسرق واحنا موجودين. ده الموضوع كبير قوي. الله، هو في ايه يا افتكار؟ ما تفهمينا في ايه؟ في ايه يا ست الحسن؟ حبيبتي راح فهمك بس بعد ما مندور. يا اولاد انتشروا. لو بتدوري على حاجة يبقى بتدوري في المكان الغلط يا حبيبتي. لا حبيبتي، عم ندور بالمكان الصح والصح كتير كمان، لأنه في ناس شافوها وقالوا لي إنه هي هون. الناس اللي شافوها وقالوا لك إنها هون، يبقى لازم بقى تسألي الأستاذ سمير لأنه بيفهم كويس قوي في السرقة بالذات هون. دي بتقول هون، احنا كل اللي سرقناه حلل، مفيش هون. هون يعني هون؟ هون يعني هونيك، يعني هناك. اسكت خالص. وبعدين ايه التلميح اللي مش حلو ده؟ التلميح ليا انا عيب تقولي سرقه وتجيبي سيرتي، وانا عشان مصاحب حرامي حقير زي ده اي حاجه تضيع تتهمونا؟ الله عيب كده. هو في ايه اللي راح؟ اللي راح شويه طناجر حياتي. طناجر حياتي؟ طناجر مين؟ دي حاجات روسي بقى، مالناش. حلل كل اللي عاملينه ده عشان شويه حلل، ما انتش مكسفين. دي لا من مقامي ولا من مقامه. كده خلاص نفتش. خلاص نفتش. سمير افندي انا عندي مانع. لا دي مساله شرف وكرامه. عيب تتفتش يعني تتفتش. اهو قدامكم فتشوا. تعال سيب. لا الذي كل الذي خديها. افتكار دي حاجتك؟ ايه هي الطنجره تبعي وهي الخاتم تبعي. خاتم الماز؟ خاتم جوازنا؟ ايه حبيبي، هذا صاحبك الحرامي سرقه. انا مش مصدق. ليش مو مصدق؟ شو ناطر من هيك حرامي؟ ليش مانك مصدق انه بيسرق نسوانك؟ برضو مش مصدق. اما انك غريب صحيح يا سمير، ايه اللي انت مش مصدقه؟ انا مش مصدق ان احنا نجحنا في اول عمليه. انا نجحت في اول عمليه. شكرا على دروسك القيمه. مبروك يا اولاد، مبروك. الحمد لله. الحرام اهو، اقبضوا عليه. سرقنا ونجحنا. ادونا. سرقنا ونجحنا. حرام عليكم. لا حرام. لا اضربوا الله.
كتير.